اوكي يا جماعة، اول شيء حاب اقول لكم اسف على مقطع اليوم انه قصير، المفروض يكون اطول من كذا واوريكم اشياء اكثر من كذا، لكن عندي الم في ظهري بشكل مو طبيعي. حتى جابوا لي هذا الجهاز، ما ادري مشد، ما ادري ايش اسمه، زي ما انتم شايفين انا الحين قاعد مسوي نفسي فكاهي، قاعد ارقص لكم برغم الالم اللي فيني لاني مكافح جدا جدا وبس. والله يا كلب ساعدتني لا تنام حبيب، والكلب عشان روح ارويه. كثير ناس بتتكلم يشوفني سيده يقوم يسلم. السلام عليكم، معكم دايزر، مقطع جديد. خلونا نشوف نقدر نوصل المقطع. اكبر عدد لايكات اذا انت قاعد تشوف المقطع الحين، اضغط لايك لانه ما راح يضرك وانا بستفيد، فسوي لايك. اوكي يا جماعه، في المقطع الاخير سالتكم سؤال ديني، سالتكم كم عدد الرسل الذين ذكروا في القران، والحين بنختار الفائز على $100. ليتس جو. اوكي اوكي اوكي، عدد الرسل ذكروا في القران هم 25، لكن ما حاط حساب انستغرام تبعه، فنختار فايز ثاني. لازم تكتب الجواب وتكتب جنب الانستغرام تبعك. هذا ما جاوب. يب، هذا الفايز امجد، مبروك عليك $100. امجد بكلمك بالانستغرام ولازم ترسل لي رابط البيبال. اهلين، شو الاخبار، شو مسوين يا جماعه؟ مقطع اليوم، اول شيء انا اسف على الصدى، بس البيت يعني البيت جدا كبير وبلا هياط. طيب اسف. مقطع اليوم يا جماعه، راح احول هذا الكبت الى غرفة مونتاج او غرفة العاب. سؤال اليوم جدا سهل، المفروض الكل عارف الجواب. لماذا سمي يوم الجمعة بهذا الاسم؟ اكتب تحت الجواب مع حساب الانستغرام حقك، راح اعلن على الفائز في المقطع الجاي. وقف هذا الفيديو، اكتب لي كومنت تحت علشان تفوز معنا في الحلقة الجاية. فلتس جو. اوكي، اول شيء تسويه تحط الطاولة. دقيقة. لا يا حبيبي، اول شيء تسويه انك تصبغ الغرفة. طبعا انا اخترت هذا اللون الرمادي لان اتوقع غرفتي ومالك دخل بقراراتي، لو يحترق البيت انت مالك دخل. اوكي كيفي. اول خطوه تحط الطاوله، ما ادري اذا واضح ولا لا، بس اصبروا على بال ما. دقيقه، وش الغباء، في نور من اول. تحط الطاوله، ما عليكم من هذا النور، ادري انه جدا قبيح، بيتعدل، اصبر عليه. الخطوه اللي بعدها لازم نركب الكرسي، ما عندي اي كرسي، فطلبت كرسي، ما بقول لكم من وين لانه مو بعلان. عموما خلونا نركب الكرسي. اوكي، وهذا الكرسي. اوكي يا جماعه، توقعت الموضوع يكون سهل وسريع، لكن فعليا الكرسي جايني قطعه قطعه. الدايلر اكيد قطعه قطعه يا حبيبي، انا عارف انه يجي قطعه قطعه، بس هذول فعليا ماسكين كل قطعه ومخلينها قطعه قطعه، وماسكين كل قطعه قطعه ومخلينها قطعه قطعه. الزبده، اخلص الكرسي وارجع لكم. الخطوة اللي بعدها ننقل الأغراض، الجهاز اللي بمنتج عليه، إضاءة، كيبورد، ماوس، والخرابيط. Let's go. أوكي كذا كنت تقريبا خلصت، بس باقي لمساتي الأخيرة أوريكم اللوك النهائي. جيم. بس يا جماعة، هذه كانت الغرفة، أتمنى أن أعجبتكم. قولوا لي إذا أنتم تشوفون أن لازم أضيف أشياء معينة زيادة من عيوني بضيفها. بس يا جماعة، هذا كان مقطع اليوم، أتمنى أن أعجبكم. لا تنسون اللايك، السبسكرايب، شير في كل مكان. كان معكم دايزر عبد العزيز، سلام.